المبتكرون يلتقون على مستوى الدول العربية، وبنت من ولادها سندها هي أخذت المركز الأول على مستوى الدول العربية. ده برضو كان تكريم أمهات الشهداء، ودي دي أم مثالية، والأمهات المثاليات لأولاد مبادرة ولادها سندها، لأن يعني ما ينفعش نغفل دور الأم. طبعا يعني الأم اللي في المبادرة نفسها عندك وبرضو مساعدة، هي الأم اللي بتدور. الصورة دي برضو برضو دي في نفس الشباب ولادها سندها. تمام. الأم اللي بتدور إنها تشوف لابنها أو بنتها. ده كان يوم اللغة الأم، نزلنا بنتكلم في الشارع، بنتكلم عن ان احنا لازم نحتفظ بهويتنا وباللغه العربيه. ده لقاء برضو دكتور اشرف الشيحي، محمد رفعت اللي على يمين دكتور اشرف الشيحي، ده ولد من المنصوره عنده 14 سنه مبتكر، اصغر ولد في المبادره. ودي ساره اسامه اخذت ذا بيست وومن ان ذا وورلد في مسابقه ايا للعلوم والتكنولوجيا في اندونيسيا. تمام. وهي من بني سويف، بنت من الصعيد ومشرفانا بره يعني. ده في يوم اليتيم. الاولاد دول والشباب دول بيتواصلوا معاكوا ازاي؟ بيعرفوكوا ازاي؟ ولا انتوا اللي بتدوروا عليهم؟ هو في الاول انا تعبت جدا، لان انا نزلت بنفسي كل المحافظات، بقيت انا اللي بدور عليهم. بداتي باني محافظه؟ المنيا، عشان هي مسقط راسي يعني، انا من المنيا. ودايما بقول ان الصعيد مهمش، وان الصعيد فيه يعني نماذج رائعه جدا، وطلع منها نماذج رائعه يعني، فليه ما نهتمش بيهم؟ دايما هم بعيد عن كل الاهتمام والاحتواء هنا، وعندهم بعاد عن فرص العمل وبعاد عن التنميه بشكل كبير. بالظبط. بس هم نفسهم يشاركوا ونفسهم حد يمد ايديهم ليهم. فانا بدات من الصعيد ودخلت بعد كده بقى على الجيزه. مع ان عايزه اقول لك يعني احنا كذا مره بيجوا لنا مثلا ضيوف بيوفروا فرص عمل للشباب، ودي كانت من الحاجات اللي يمكن لاحظناها، ان كل المداخلات الهاتفيه مش الشباب اللي بيطلب بنفسه فرصه عمل، لا تلاقي مامته باباه. فالموضوع خلانا نتساءل، هو يعني ازاي هو مش قادر يشيل مسؤوليه نفسه لهذه الدرجه يعني؟ حتى هل هو حاسس بالاحباط؟ مش حاسس ان في حاجه محفزه بالنسبه له؟ بالظبط، هو حاسس بالاحباط. مش عايزه الوم على فكره، الحاله النفسيه اللي وصل فيها شباب مصر الايام دي من الكلام بتاعنا، ان انا طول الوقت بتفهم منه، طول الوقت بقول ان هو تافه ومش حاسس بالمسؤوليه وقاعد على الفيسبوك وقاعد على، لا هو مش لاقي حد يحتويه. ده اللي حسيتيه لما نزلتي للارض، لما قربت منه، لما قربت اتكلمتي معاه، هو محتاج حد يسمعه كويس قوي، محتاج حد يخطط له، محتاج حد يرسم له الطريق. يعني في يعني يمكن انا محظوظه ان انا ابويا وامي كانوا بيتكلموا معايا وبيرسموا لي الطريق، مش كل الناس عندها الفرصه دي. صحيح، مش ناس كتير عندها الفرصه دي. هو محتاج حد يبقى يعني زي ايه، رول موديل، يعني حد كده قدوه بالنسبه له، بيقتدي، يحط رجليه على الطريق بالظبط، او يرسم له الطريق بتاعه، هيكمل ازاي، هيبدا ازاي. فهم محتاجين حد يسمعهم، محتاجين حد يشاركهم في كل حاجه. فهم هو ده اللي مفتقدينه، وده اللي يوفوا في مبادره ولادها سندها، ان احنا اسره واحده.